بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الأول من الفصل الخامس لمقرر نظم التشغيل. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه الميموري مانجمنت أو إدارة الذاكرة. تعالوا نبتدي مع بعض ونشوف إيه الموضوعات اللي هناخدها في الفصل ده إن شاء الله. هناخد يا جماعة موضوع زي ما اتفقنا في الفصل اسمه الميموري مانجمنت، إدارة الذاكرة، وهنتكلم على عدد من الموضوعات. هنتكلم عن السوابنج، Contiguous Allocation، Paging، Segmentation، Segmentation with Paging. تعالوا نتكلم مع بعض على مبادئ أساسية. بيقول إيه؟ بنقول يا جماعة خلي بالك، إدارة الذاكرة وجدولة السي بي يو من أهم العمليات اللي بيقوم بها نظام التشغيل، وبنقول هي العمل المحوري لنظام التشغيل كمان. بمعنى إيه؟ بص كده معايا، بيقول لك إن الميموري مانجمنت and CPU scheduling are perhaps the two most central tasks of operating system، اهم عمليتين ممكن يقوم بيهم. وهنا بس بلاك افتكر ان الميموري ديت تتكون من large array of words، يعني عدد كبير من الكلمات، وكل word لها its own address، لها العنوان الخاص بها هي. افتكر الكلام ده. طيب both program and data، كل من البرامج والبيانات بتتخزن فين؟ في الذاكره. جميل. وما تنساش برضو ان سي بي يو لها دوره اسمها فيتش ديكود اكسكيوت، فاكرينها اللي هو فيتش اكسكيوت سايكل، وفيها بنعمل فيتش للانستراكشن، ديكود للانستراكشن، ها، وكمان بوسيبلي فيتش اوبرانز، ممكن لو نقدر نجيب الاوبرانز او ايه نعمل احضار الاوبرانز من الذاكره، واكسكيوت ننفذ الامر، اكسكيوت للانستراكشن، ونخزن بعد كده الناتج فين؟ في الذاكره. بس خلي بالك ده بيفكرك بس. شكرا. طيب وخلي بالك ان الميموري تتكون زي ما انت شايف اهو، الميموري اهي مش كده، دي الميموري، بيبقى فيها وورد، وكل وورد لها ايه؟ عنوان، ادرس، ادرس. معايا؟ جميل. طيب انت تتعامل مع الميموري ازاي؟ بتتعامل بها عن طريق العناوين، يعني لو انت عايز داتا في الميموري بتشاور على عنوانها عشان تاخد الداتا دي. برضو بيقول لك ان الميموري is given an address and it returns a value، بنديها عنوان تدينا قيمة. جميل. تعالوا بقى نتكلم في موضوع غاية في الأهمية، وهو مقارنة ما بين اللوجيكال والفيزيكال ادرس. هل في أنواع من العناوين؟ اه بيقول لك في أنواع من العناوين، إيه هي؟ لوجيكال وفيزيكال. طيب باختصار جدا، إن اللوجيكال ادرس ده يا جماعة زي ما أنت شايف من الشكل اللي قدامك ده، تعالوا نبص على الشكل ده مع بعض. بيقول لك إن اللوجيكال ادرس هي العنوان التي ينشأ، ها، عند من قبل مين؟ من قبل السي بي يو لما تيجي تتعامل مع بروسيس او مع ايه؟ مع اليوزرز. يبقى اذا لو في عمليه عند السي بي يو او يوزرز بيعمل عمليه والعمليه ديت وجدت عند السي بي يو، بتولد عنوان اسمه اللوجيكال ادرس او العنوان الايه؟ الافتراضي، وساعات بيسموه الفيرشوال. جميل. تعالوا نشوف مع بعض. بيقول لك ان السي بي يو وركس ان لوجيكال او ساعات بنسميه فيرشوال ادرس سبيس. لمين يا جماعه؟ لليوزرز، للبروسيسز، للانستراكشنز اوبرانس، البروجرام كاونتر، كل دول بنقول عليهم مين؟ ها، كل دول بايه؟ بينشئوا عناوين بنسميها اللوجيكال ادرس. خلي بالك، اذا اللوجيكال ادرس بيبقى ينشا عند مين؟ عند السي بي يو من قبل اليوزر والعمليات. جميل. طيب ايه هو بقى الفيزيكال ادرس؟ بيقول لك العناوين الفعليه في الذاكره هي اسمها ايه؟ الفيزيكال ادرس. إذا العناوين اللي موجودة عند الذاكرة والتي تشير إلى أوبرند موجود في الذاكرة أو داتا موجودة في الذاكرة بنسميها مين؟ ها، الفيزيكال أدرس. إذا إحنا قلنا مع بعض يعني إيه اللوجيكال أدرس دلوقتي، وقلنا إن العناوين، ها، الموجودة عند السي بي يو لمين؟ للبروسيس والعمليات والإنستراكشن والأوبرندز اللي إحنا قلناها دلوقتي كلها، والفيزيكال أدرس هو العنوان الأوبرند أو الداتا اللي موجودة فين؟ في الذاكرة. وبيقول لك ان نظام التشغيل اهم عمليه بتتم عنده هي ايه؟ في اداره الذاكره. بيقول لك عشان اقول ان مدير الذاكره اداره فعاله، ايه هي العمليه المحوريه؟ هي التحويل من لوجيكال ادرس الى فيزيكال ادرس. يعني لو عندي بروسيس بي واحد اهي قدامي ولها لوجيكال ادرس انشا عن طريق السي بي يو هنا عند من قبل السي بي يو، لما نروح نحطها هنا في الذاكره وليكن مثلا عند بي واحد هنا، لما نيجي نحطها في الذاكره لابد انها يكون لها عنوان جديد اسمه الفيزيكال ادرس. طريقه التحويل ديت مهمه جدا، وبتتم عن طريق وحده اسمها وحده الميموري مانجمنت يونت، باختصارها ام ام يو.
وهي بتتكون من الهاردوير زي ما انت شايف كده، يعني هي هاردوير، وهي فيها عباره عن ريلوكيشن ريجستر، بيبقى فيه قيمه ابتدائيه. القيمه الابتدائيه ديت ايه اللي بيحصل بقى بالظبط؟ بناخد اللوجيكال ادرس ونضيف عليه قيمه الريلوكيشن ريجستر اللي قدامك دي، يطلع العنوان الجديد اللي هو بنسميه ايه؟ الفيزيكال ادرس. وقدامك مثال بالقيم، ليكن مثلا على سبيل المثال ان عنوان اللوجيكال ب 346، وبفرض ان اللوكيشن ريجستر ب 14000، اذا اصبح العنوان الجديد كام؟ نجمع ال 346 زائد ال 14000 يدي العنوان الجديد اللي هو الفيزيكال ادرس عند الذاكره للبي 1 ده اللي احنا اتفقنا عليها بكام؟ ب 14346. طب ناخد مثال كمان، افرض ان اللوجيكال ادرس ب 10 واللوكيشن ريجستر ب 20، مش كده؟ يبقى اذا الفيزيكال ادرس بكام؟ صح، برافو عليك، 10 زائد 20 يبقى ايه؟ ب 30. مثال بسيط جدا، يعني ايه فيزيكال ادرس ويعني ايه لوجيكال ادرس. تعالوا نقرا مع بعض الجزء ده، بقول لك ما تنساش الميموري مانجمنت يونت اللي اختصارها ام ام يو، مابس بتحول اللوجيكال ادرس لمين؟ ها، لفيزيكال ادرس، وهي هاردوير امبلمنتد ان هاردوير. معايا؟ جميل. بيقول لك مثال اهوت، مايت هاف ا ريلوكيشن ريجستر. خلي بالك احنا ممكن زي ما احنا اتفقنا يبقى عندها ريلوكيشن ريجستر بيبقى فيها داتا محدده بس، ذات بروفايدز ذا بيز ادرس، بيبقى لها ايه؟ بيز ادرس، داتا جوه الريلوكيشن ريجستر اللي هي كام؟ 14000، مش كده؟ فور ا بروسيس بلوكس اوف فيزيكال ميموري، علشان ايه؟ ها، اخد بعد كده زي ما احنا اتفقنا اللوجيكال ادرس اضيفها على الريلوكيشن ريجستر قيمته، واخد مين يا جماعه؟ الفيزيكال ادرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.